امتى نعمل فينير الاسنان وامتى نعمل طربوش الاسنان؟ طب هما الاتنين دول ايه فكرتهم؟ هما بيبقوا عباره عن تركيبات من البورسلان بيتعمل بيهم تجميل للاسنان. الفينير هي قشره زي العدسه بتاعه العينين بالظبط، بنحطها على سطح السنه بتخشينه خفيفه جدا في سطح الاسنان. انما الكراون بنحتاج ان احنا ننحت بين السنه حوالي نص ملي للملي عشان اقدر اركب عليه تركيبه كامله تغطي اوجه السنان كامله. طيب الفينير اتفقنا هو بيتحط على الوش، والكراون بيبقى محطوط على السنه داير ما يدور. امتى استخدم الفينيرز؟ اما يبقى عندي سنان مرصوصه صح وانا عايز بس مجرد ان اعمل عمليه تجميل بسيطه، فبنضيف العدسه دي على الاسنان. انما لو السنان فيها تزاحم او في سنه قدام وسنه ورا، 99% من الحالات دي بنحتاج نعمل لها الكراون، نظبط بيه البوزيشن او نظبط بيه الوضع بتاع السنه في البق، وبالتالي نحتاج ان احنا نعرف نعمل الرصه بتاعتنا، مش هيبقى عندنا مشكله، والتركيبات هترصها مظبوط، ونأدي في الاخر ان احنا نطلع ابتسامه جميله ومثاليه.